ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر. مساء الخير على مصر، علينا كلنا. مساء الخير يا إبراهيم. مساء الخير همت. مساء الخير دكتور دينا. معنا النهاردة دكتور دينا شربيني، دكتور دينا شرف الدين، معذرة، استشاري جراحات النساء والتوليد والتجميل النسائي. أهلا وسهلا بحضرتك. منورة يا دكتورة، وتحية لك ومشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر. كما تعودنا فيه نناقش ونتابع أهم وأجرى قضايا المطروحة على الساحة المصرية والعربية، لكن النهاردة الحقيقة معنا حلقة مميزة جدا وتثقيفية جدا طبية، طالما أن ضيفتها الكريمة الأستاذة الدكتورة دينا شرف الدين، استشاري الجراحات النساء والتوليد والتجميل النسائي. وأول سؤال بطرحه لسعادتك، هو ممكن يحصل انفصال لا قدر الله بسبب إهمال بعض السيدات، بسبب أقصد يعني بعض عمليات الولادة وما شابه ذلك؟ هذا بيأثر وممكن يأثر بالسلب على مشاكل الانفصال أو مشاكل تؤدي للانفصال الأسري لا قدر الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف طبعا بوجودي مع حضراتكم. أوضح لحضرتك حاجة، إن الناس دلوقتي والمجتمع بيهتم دايما بكواليتي أوف ذا لايف، بطبيعة وجودة الحياة اللي احنا بنعيشها، فأصبح غير مقبول بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج إن هما إن كواليتي أوف ذا لايف عندهم يحصل فيها انحدار. بعد الولادة، سواء ولدت طبيعي أو ولدت قيصري، بتمر بمشاكل جسمانية تقدر تتجنبها كتير أكيد. سواء ولدت كده أو ولدت كده، المشاكل دي بتأثر على نفسيتها جدا، وكمان الزوج بيتأثر نفسيا بسبب الموضوع ده. هو عايز يعيش حياته معاها كأنه زي ما خدها أول مرة، وهي كمان حابة تبص لنفسها في المراية تحس إنها ما تأثرتش بحمله، بولادة، بترهلات، بشكل ممكن يكون هو بالنسبة لها هي نفسيا أكتر، هي مؤذي نفسيا جدا بالذات. طبعا طبعا طبعا. ويعني في حالات انفصال بسبب ده، في حالات انفصال طبعا بسبب ده، لان العلاقه الحميمه بين الزوج والزوجه بتتاثر جدا اكيد. طب اذا قلنا مثلا ان عند حضرتك حاله جات لك ولاده قيصري، جايه لولاده قيصريه، ايه الطريقه او ايه السبل الطبيه اللي ممكن حضرتك تتعاملي بيها مع هذه الحاله، بحيث ان انت توصلي معاها للشكل التجميلي اللي بتتمناه اي امراه؟ أوضح لحضرتك حاجة، الحمل هي عملية فسيولوجية بتمر بيها أغلب السيدات المنجبات، خلاص، بينتج عنها بعض المشاكل اللي السيدة نفسها في قرارات نفسها تبقى رفضها، هي بتحاول تتقبل نفسها لأن هي قبل كده ما كانش فيه حلول. بالزبط. دلوقتي بقى فيه حلول. اول حاجه اول مشكله هي بتمر بيها هي عمليه ترهل البطن، ان بعد الولاده سواء ولدت طبيعي او ولدت قيصري في ترهل في البطن بيبقى واضح جدا. الترهل ده سيدات كتيره جدا بتجيني تقول لي انا مش قادره ابص لنفسي في المرايه. دي ابسط حاجه ممكن تتقال. ترهل البطن ده اقدر اتجنبه، يعني الست دي بيبقى زياده جدا في الولاده القيصري. يعني اللي بتولد طبيعي غير اللي بتولد قيصري، ترهل الولاده اثناء او ترهل البطن اثناء الولاده القيصري بيبقى اكتر شويه. فدي الفكره اللي جات لنا بما يخص المركز عندنا، ان الست دي ازاي تبقى حامل وتولد باقل السلبيات الممكنه. يعني هي بتعاني من ترهل البطن اثناء الحمل وهتولد قيصري، بنشد لها البطن اثناء الولاده، فبترجع بتخرج من الولاده بطنها مشدوده، ما بيكونش الترهل ده موجود تماما. طيب اللي بتولد طبيعي بتشتكي من ترهل المهبل بعد الولاده، احنا بنحاول نتجنب ده اثناء الولاده الطبيعي، بان احنا بنحاول نعمل عمليه تضييق للمهبل اثناء الولاده الطبيعي، وبعد الولادة الطبيعي بنبتدي نعمل لها جلسات تضييق المهبل بأجهزة زي جهاز الهايفو، ونقدر نعمل لها تضييق بأساليب أخرى زي الخيوط التجميلية أو الفيلر. يعني إحنا عندنا وسائل كتيرة جدا يعني نقدر نتلافى بيها أي. وده سؤال يمكن ساعدتك، جهاز الهايفو كتير بيسألوا عليه، ممكن إحنا بنعد الحلقة مع بعض. الاسم بالنسبة لي يمكن
اعتقد جديد. ومتهيألي برضو كتير همت متهيألي بالنسبه حتى لكثير من السيدات ايه جهاز هايفو ومدى تاثيره، هل هو فعلا ريلي افكتيف في هذه العمليات وشد البطن وما شابه ذلك، وايه الجديد اللي يخلي سعادتك تستطيع بالفعل ان اثناء الولاده جديده دي الحقيقه يتم شد البطن؟ احنا بنحاول ان احنا نقدر نعمل اللي نقدر عليه اثناء سيشن الولاده سواء الطبيعي او القيصري، لان المراه بصعوبه تخش عمليات تاني. بالظبط. بصعوبه جدا جدا. تمام. فاثناء سيشن الولاده سواء ولده طبيعي او ولده قيصري بنتلافى كل السلبيات ديت، نحاول نطلعها باحسن شكل نقدر نطلعها فيه. جهاز الهايفو ده هاي فريكونسي الترا ساوند، ده بيعمل على تحفيز الكولاجين والالاستين داخل الانسجه سواء بتاعه الجلد او بتاعه الميوكوس ميمبرينز، زي بالظبط انسجه المهبل نفسها. ده بيساعدنا بعد ما بنعمل جلسة او اتنين، بيساعدنا على عملية تضييق للمهبل، وده بيكون واضح جدا على فكرة وبيدي نتائج جميلة جدا اثناء الولادة. بعد الولادة بكم يوم مثلا دكتورة؟ يعني انا دايما بفضل ان اي تدخل باي اجهزة يكون بعد الولادة على الاقل ب40 يوم. تمام. لان الانسجة بتكون الى حد كبير ابتدت ترجع لحجمها الطبيعي. أيوة. اللي هو قبل الحمل. تمام. سؤال بعض السيدات يعني ممكن يسألوا يقولوا ان بعد او يعني لو هيحصل عملية شد للجلد في فترة اثناء الولادة، ففي الحالة دي بعض السيدات ممكن يتخوفوا يقول لك مثلا ان الرحم بيكون حجمه كبير وكبر حجم الرحم، ما هل ممكن يأثر مع العملية؟ فلازم هيسألوا مجموعة يعني علامات استفهام كده، ازاي يكونوا مطمنين او حاسين ان هذه العملية آمنة؟ اوضح لحضرتك حاجة. عملية شد البطن أثناء الولادة بالذات القيصرية، إحنا بنشيل فيها أولا بنشد أنسجة البطن الداخلية، وبنشيل زيادات الجلد والدهون اللي بتكون مترهلة في أسفل البطن. طيب كبر حجم الرحم هل هيكون عائق؟ لا طبعا ما هوش عائق بالنسبة لنا، لأن إحنا بنشد الأنسجة دي فهي بتعمل عملية ضغط للرحم للخلف ترجع مكانه، وفي نفس الوقت إحنا ما بنخرجهاش من أوضة العمليات إلا بكرسيه وحزام بطن ملفوف على بطنها عشان نحافظ على نتائج العملية. هل ده يأثر عندي في الرحم؟ أبدا. ولا بيدي أي تأثير سلبي، لا ده تأثيره الإيجابي أنه بيساعدني في عملية شد البطن. طيب أوضح لحضرتك حاجة، هل ده هيأثر عندي على العضلات بالضعف؟ أبدا، ده هيساعدني أكتر في أنها تقدر أنها تتفرد وأنها تقدر تمشي وانها تقدر تشد بطنها، فده بيديني قوة للعضلة اكتر واكتر، فالعضلة تشد وتاخد سمك اكبر. بعض السيدات بعد الولادة بيشعرن بالام في الظهر وبيرجعوها لان الالم نتيجة البنج اللي بيؤخذ في الظهر او ما شابه ذلك، لكن اعتقد طبيا حضرتك توضحي للسيدات سبب الام الظهر في الظهر. اوضح لحضرتك حاجة، الام الظهر منتشرة في السيدات جدا لأكتر من سبب. لو هنتكلم على الأسباب اللي بره النساء أو بره تخصص النساء والتوليد، هو ضعف العضلات اللي حوالين العمود الفقري، فبيحصل انحناءات فيه والتواءات بسهولة فتعمل ألم في الظهر، وده بتشتكي منه أغلب السيدات لأن احنا ما بنمارسش الرياضة بشكل كافي. طيب الحاجة بقى اللي تخصنا احنا كأطباء أمراض نساء وولادة، الرحم ماسك بحزامين في اسفل الظهر، فلو الرحم عندي تاثر دايما اسفل الظهر عندي يتاثر، بيبقى فيه الم موجود اسفل الظهر، فلازم لو في اي مشكله في الرحم تتعالج، فبيحصل اي الم موجود في اسفل الظهر يبتدي يروح. تمام. تمام. دكتوره الميزوثيرابي استخداماته كتير كتير، ودايما الميزوثيرابي دايما بيروح بيا لعقليه الفيدباك كده عند المشاهد التجميل، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. ايه علاقته بقى في عمليات جراحات ايضا النسائيه والتوليد وما شابه ذلك؟ اوضح لحضرتك حاجه، الميزوثيرابي بنستخدم فيه مواد طبيعيه جدا جدا. طيب ليها تاثير على الحمل؟ لا، فاحنا عن طريق اثناء الحمل اقدر استخدم الميزوثيرابي للست الحامل. تمام. عن طريق اجهزه زي الدرمابن نقدر ندخله، هو بيساعدنا جدا لشد الوجه، التفتيح الوجه، تدويب الدهون. ما بنفضلش نستخدم مسألة تدويب الدهون أثناء الحمل،
ولكن احنا نقدر نشتغل في بعض الانواع الاخرى اللي هي متخصصه بالتفتيح وبالنضاره وبشد الوجه، ودي امله جدا الحمل اثناء فتره الحمل. اثناء فتره الحمل فيها فيتامين سي، تمام. يعني كل ده بيديني بوزيتيف انرجي للست الحامل ان شكلها ما اتغيرش، ان بيقلل عندي كلف الحمل شويه، بيدينا نتائج كويسه مع الحامل، يعني بوزيتيف انرجي دي مطلوبه جدا جدا. تمام. الفيلر كاستخداماته مع المراه اللي بتعاني من ترهلات المهبليه، حضرتك وضحيها، لان اعتقد نسبه كبيره من السيدات ما عندهمش المعلومه دي تحديدا. اوضح لحضرتك حاجه، الفيلر دي ماده مالئه، هيالورونيك اسيد. بعض السيدات اللي بيكون عندهم ترهل بسيط او بعض السيدات اللي بترفض الجراحه، بنبتدي نتدخل معاهم بمواد من ضمنها الفيلر لتضييق المهبل. ده بيدينا نتائج كويسه جدا، بيساعدنا في حاجه تانية ان هو بيعالج لي مشكله جفاف المهبل. يعني بعض السيدات اللي بيشتكوا من جفاف المهبل لوجود التهابات بشكل متكرر ما تعالجتش، حاجه سايكولوجيكالي، لان خوف قلق توتر، ده بيدينا نتائج جميله جدا جدا، وبيعمل عمليه تضييق للمهبل ونتائجه مرضيه للست. هل بيتم تجديده يعني بعد فتره عمليه الامتلاء تقريبا قد ايه؟ طبعا حسب النوع. يعني احنا في المركز عندنا بنستخدم احسن الانواع اللي موجوده في السوق، ودي بتقعد معانا فتره بتوصل لحد سنه. تمام. لكن هنا حضرتك واحنا برضه بنعد الحلقه دكتوره، حضرتك قلت لي حاجه مهمه جدا، وهي في قصه ان احنا بنعمل تغذيه علاجيه مظبوط مع تجميل، ده كله اثناء فتره الحمل الوضع او الولاده. ده بيتم ازاي؟ اوضح لحضرتك حاجه، اثناء فتره الحمل اقدر اعد الست الحامل واقدر انزل لها وزنها بدون ضرر للطفل او للست. تمام. احنا عندنا في حياتنا اوبشنز كتيرة للاكل. الست الحامل دايما او في جزء كبير من اسلوبها الغذائي دايما بتميل لاسلوب غذائي يضرها هي وطفلها، بالذات في تناول الحاجات الحادقه، في تناول المصنعات، عن طريق بروجرامز التغذيه العلاجيه اللي احنا بنعملها لها اثناء الحمل. تمام. تقدر تنزل في الوزن بصحه، ما بيحصلش انيميا، وفي نفس الوقت بنحصل على ناتج الحمل اللي هو وجود طفل بصحه جيده جدا جدا. وهي ما بتخرجش من الحمل زايده في الوزن، في بعض السيدات بيزيدوا في الحمل بعد الولاده بتفاجئ انها زادت 10 و15 كيلو وفي اكتر من كده. تمام. فاحنا حريصين على الحاله النفسيه للمراه. صحيح. والحاله الاسريه كمان، لان هي هتزيد في الوزن برضه علاقتها بزوجها هتتاثر. يعني احنا يعني هدفنا وهدف المركز عندنا حاله صحيه احسن للمراه جسمانيا وشكليا ظاهريا الاثنين. جميل. الصحه العلاجيه والتغذيه العلاجيه تحديدا. طبعا. هنا طبعا اكيد الاثنين بنضرب عصفورين بحجر بقى، صحه مزبوط. الام والجنين. مظبوط. مش كده ولا ايه؟ مظبوط طبعا. المتابعه هنا هل بالسونار بيبقى كافي ان انا اشوف صحه الجنين هنا اخباره ايه مع العلاجات اللي بتاخدها من فوليك اسيد بقى وما شابه الحاجات اللي احنا بنسمع عنها ديت، ولا مش كافي؟ اوضح لحضرتك، متابعه الحمل بشكل دوري دي حاجه مهمه جدا. تمام. يعني ما ينفعش اي ست حامل تغفل عنها او تتجاهلها. أيوة. او تقول انا حملت قبل كده مره واثنين وربنا عارفه وعارفه انا همشي ازاي، لا خلاص انا الحمل ده هروح مره او اثنين للدكتور. لا، لازم تتابع وتتابع بشكل دوري. أيوة. لان تكرار عدد مرات الحمل زي ما بنقول لكل تكرار له مخاطره. لازم تتابع بشكل دوري. تمام. طيب اتابع الطفل ازاي؟ انا بتابع الطفل بحاجات كتيره، واهم حاجه بتابع بيها الطفل هو جهاز السونار. جهاز السونار حاجه مهمه، لان عن طريقه بنقدر نتنبأ ونشوف اي مشاكل للطفل اول باول. يعني لو تعرضنا لاي مشكله بنبتدي نتلافاها على طول على طول. الدكتور الخبير في شغله بيبتدي يتنبأ، لو الطفل ظهر عليه اي حاجه نبتدي على طول نتلافاها، نعمل 3D، نعمل 4D، نبتدي ناخد خطوات حل جذرية. عشان كده المتابعة الدورية مهمة جدا، مطلوبة، مهمة جدا، مهمة جدا. حالات كتير من سيدات ممكن يكونوا بيتعرضوا أو بيتعرضنا لمشاكل في أثناء الحمل،
من ضغط عالي، من مشاكل خاصة مثلا اللي هي العدوى الدم اللي بتبقى خاصة بتوكسوبلازموزيس أو ما شابه هذه الأشكال يعني النوعيات، وممكن تستمر في الحمل وهي مش عارفة. فإذا ما كانش في متابعة أعتقد أنها أمام كارثة. وأتمنى مزبوط. حضرتك توضحي للناس حجم الكارثة اللي ممكن تحصل بهذا الشكل. جميل. متابعة الحمل ليه بنقول أنها من أهم الحاجات اللي الست الحامل لازم تعملها من أول يوم حملت فيه. متابعة الحمل هي مش مروح للدكتور وسونار وبس، متابعة الحمل لازم بنعمل فولاب وبنعمل تحاليل كاملة للست الحامل، بنقيس الضغط، بنقيس الوزن، بنشوف الست دي حالتها الصحية بشكل دوري ايه. طيب بعض السيدات بيمروا بارتفاع في ضغط الدم أثناء فترة الحمل فقط. ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل عايز له رعاية خاصة وعايز له اهتمام وعايز له تحاليل معينة نقدر ان احنا نتنبأ بيها هل الست دي هيتطور معها الأمر لحاجة أكبر من كده زي تسمم الحمل ولا لا، وبالتالي المتابعة الدورية مطلوبة. مهمة جدا طبعا. طيب بعض السيدات بيمروا برضو بمرض البول السكري أو السكر أثناء الحمل فقط. طبعا الاثنين دولت بينموا على ان السيدة دي عندها قابلية لحدوث الضغط وحدوث السكر بعد. خارج الحمل. ولكن ظهورهم أثناء الحمل ده عايز له اهتمام، وبيكتشف عن طريق المتابعة الدورية عن طريق تحاليل السكر اللي بنعملها بشكل دوري. يعني في تحاليل أساسية دي لازم تعملها الست الحامل بشكل دوري، مش أول الحمل وتوقف على كده، لا لا لا، بشكل دوري. أهمهم تحليل السكر وقياس الضغط، دول أهم، وصورة الدم طبعا، تحليل البول. ده بيخلينا دكتورة يعني خدنا السؤال، وهو بعض السيدات من بعض النصايح الشعبية يعني الجيران بيكلموا مع بعض، حرب حركة السيدات بيكلموا مع بعض على طول، لا اوعي تاخدي العلاج وخصوصا السكر والضغط لانه ممكن يأثر على الجنين. لا طبعا. وعن تجربة السؤال طبعًا. ده انا بنفسي سمعته الكلام ده فعلا طبي وعلمي ولا مش طبي؟ اوضح لحضرتك، ده هي لازم تاخد علاج الضغط وتاخد علاج السكر. ايوه. علاج الضغط لازم يتاخد لان مع ارتفاع ضغط الدم الدم اللي بيوصل للطفل بيكون قليل. مظبوط. والحوامل ذوات ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل اطفالهم بيكونوا صغيرين في الحجم لعدم وصول الدم بشكل كافي. طيب مريضات السكر بقى اثناء الحمل. ايوه. ارتفاع السكر اثناء الحمل من الحاجات المشوهه للجنين. لدرجات طبعا الأجنة. وفي تشوهات معروفه لمرضى السكر. اهمهم ان السكر نفسه بيضرب في قلب الطفل على طول، فيعمل تشوهات تخلقية بما يخص الجهاز الدوري أهمهم القلب. طيب بيعمل تشوهات تخلقية في الجهاز العصبي. أيوة. وبالتالي كون إنها ما تاخدش علاج للسكر أثناء الحمل أو علاج الضغط هي بتأذي طفلها بشكل مباشر. مزبوط. مباشر. مزبوط. وبتأذي نفسها كمان. مزبوط. أعتقد الرسالة وصلت للمشاهدين الكرام، خلي بال حضراتكم ما تسمعوش من فضلكم الوصفات الشعبية ووصفات جارتي وبنت خالتي وبنت عمتي، أرجوكم الكلام ده خطير جدا جدا. دكتورة أكدت علاج سكر ما يتاخدش معناها ممكن الطفل يتأثر بمرض القلب لا قدر الله او غيرها من الامراض. وفكره اني انا انجبت قبل كده وعارفه القصه ماشيه ازاي وعارفه ان انا هعمل ايه وهسوي ايه، كل الكلام ده نلغيه وعليه اكس كبيره، لان زي ما الدكتوره اتكلمت قالت ان احنا مطلوب من المتابعه المستمره، لان ممكن اشياء تجد على المراه يبقى في الحاله دي او في اللحظه دي الدكتور تقدر تتلافى هذه المشاكل. مظبوط. ودايما بنقول prevention is better than cure، يعني الوقايه خير من العلاج. وده تمام؟ احسن حاجه، وده اللي احنا بنعمله في المتابعه الدوريه في المركز. أيوة. عندنا تمام. لازم المتابعه الدوريه بشكل منتظم منتظم، وفي جدول بنعمله للسيدات الحوامل للمتابعه الدوريه. تمام. ان هي بتيجي في توقيتات معينه، تحاليلها بتكون في توقيتات معينه، المتابعات في توقيتات معينه، لازم هي تيجي. النتائج اللي بنحصل عليها من الاسلوب ده في الشغل نتائج جميله جدا. تمام. العلاقه بين حواء وانا يمكن باكد على النقطه دي لان الحقيقه بيبقى فيها اسئله كتير يا دكتوره، وفي بعض الناس بتحرج الحقيقه، لكن احنا هدفنا هو يعني الحديث عن كافه شيء يهم مشاهدينا الكرام. يقول مثلا انا طبيا المفروض عشان صحه الجنين والام ما قربش ليها مثلا، من هل بعد شهر السادس السابع ولا في ليميت معين انتوا بعد الابحاث ودراسات اكتشفتوه؟ اوضح لحضرتك ان في عندنا دايما ممنوعات اثناء الحمل. أيوة. دايما احنا بنفضل ان احنا نبعد عن المصنعات اثناء الحمل.
دايما بنلجأ في حملنا يعني اثناء الحمل لتوجيه المرأة الحامل انها تاكل كل ما هو مفيد. تمام. يعني زي ما بنقول كل ما خلق نقدر ناكله. تمام. بشكل طبيعي، سواء كان خضروات، سواء كان فواكه، سواء كان مكسرات. نقدر نستبدل الحاجات اللي هي بترفع دهون الدم بحاجات تقلل دهون الدم زي زيت الزيتون. بنركز في اكلنا على اللحوم، على الفراخ، على الالبان. بنعمل موديفيكيشن لشكل الاكل. يعني قابليه الست الحامل للاكل ضعيفه. طيب هل بتقبل كل اشكال الاكل؟ لا، ما بتقبلش كل اشكال الاكل. تمام. فنحن نقدر نحببها في الاكل باشكال كتير. يعني هي لو مش قادره تشرب كوبايه اللبن، معلش تشرب كوبايه اللبن. عندي بدائل كتير. اقدر اخد اللبن اشكله لرز بلبن، اقدر اشكله لمهلبيه، اقدر اشكله باشكال كتيره، لبن رايب. يعني هي تقدر تنوع في شكل الاكل عشان تقدر تاكله. نفس الكلام في اللحوم، نفس الكلام منتجات اللحوم عامه، منتجات الاسماك نفس الكلام. بننوع في الشكل علشان هي تقدر تاخد الفايده اللي في الاكل ده، مش بالغصب. رائع جدا. انا في سؤال، يعني اعتقد ان نسبه كبيره من البيوت المصريه دايما بتحب انها تساله ولكنه سؤال مسكوت عنه. يعني لو عايزين نوجه رساله للزوج في تعامله مع المراه، سواء كان تعامل نفسي ووجداني، وايضا في العلاقه الحميميه مع المراه الحامل، حضرتك تقولي له ايه؟ اقول له خد بالك، لان وجود الطفل بيخلينا يبقى عندنا مخاوف، بيخلي عندنا بعض التحذيرات اللي احنا بنقولها للزوج والزوجه. يمكن احنا بنشوف الموضوع ده اكتر في حديث الزواج، لان هم ما بيقدروش، او يعني زي ما بنقول ايه، وجود طفل حتى بعد اول شهر من الزواج بيخلينا نحط عليهم ريستريكشنز معينه وتحذيرات معينه ياخدوا بالهم منها علشان ما نفقدش الطفل. لان الحياه في وجود طفل لازم ناخد بالنا كويس جدا. ان تكرار العلاقه الزوجيه ما يكونش على فترات متقاربه. ان المراه الحامل لازم تاخد بالها من مجهودها، ما يكونش مجهود عنيف. لازم نلتزم بعلاجنا. تمام. نلتزم بالغذاء والراحه. تمام. طبعا استفدنا كثير الحقيقه من معلومات سعادتك يا دكتوره، شرف لنا كبير والله. باسمكم مشاهدينا الكرام اتقدم بخالص شكر وتقدير لضيف الحلقه الكريمه الاستاذ دكتور دينا شرف الدين، استشاري الجراحات النساء وتوليد والتجميل النسائي. نورتينا وشرفتينا. شكرا يا دكتور، ميرسي لحضرتك، اشرقتي القناه النهارده، واشكرك جدا. نشكركم، وان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده من مساء الخير يا وسط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.